مفيش عندنا باذن واحد احد من اعضاء النادي الاهلي ان يكون عنده فيروس سي. إذا كان عندي ملايين من الناس مريضة بالفيروس سي بحلم وهم بيحلموا معايا إن إحنا ننهي المرض ده في مصر. اطمنوا خلاص مصر خالية من فيروس سي 2020. وانا مبسوط قوي 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 من الاقبال اللي حصل على العربيات التحليل، ومبقاش في خوف النهارده ان الناس تحلل، حتى لو في حد عنده فيروس سي العلاج بقى موجود وسهل، وإن شاء الله بإذن الله على 2020 مصر بالكامل مش هيكون فيها مريض واحد فيروس. Congratulations, and this is a very good morning for us.